عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. معك طال عمرك بنيان فارع العتيبي من دولة الكويت. والله أخوي أنا طبعا جاي الكويت أنا المرافق مريض من شهر واحد، شهر ثلاثة اللي هو 10/3 بالضبط حاشني مثل عوار الديسك اللي هو بين الفقرة الرابعة والخامسة، فرجعت وشتاني وشاف لي طبعا سوى اشاعات وفحوصات فاعطاني تمارين وعلاجات فقال يستمر. والله شوف هو بالصدفه طبعا كنت مار بشارع العرب فصادفت صديق وجار، سبحان الله يعني في الازمه هاي صادفته فشرح لي الوضع انه كان في مستشفى وشتاني وانه عالج الديسك ونفس الاعراض اللي معاه حدثت معاي، فهو بكل صراحه هو اللي دلني على مستشفى وشتاني على الدكتور بالاخص، قال لي الدكتور بتره، فرجعت انا بناء على الاخ اللي نصحني به. بعد ما تلقيت العلاج انا حسيت انه اوكي اللي هو 10/3 حسيت اوكي فطنشت ما كملت العلاج ما استمرت. ففي بعد شهرين بالضبط او شهرين يعني 3 شهور الى 2.5 شهر جاء الالم دبل العوار دبل، فراجعت المستشفى مره ثانيه عند الدكتور بتر نفسه قال لي هني وقف لازم عمليه اللي هو استئصال الغضروف اللي بين الفقره الرابعه والخامسه بعملية منظار. الأمور لله الحمد رجعت كما كانت. بكل صراحة ولا أبي أذكر مستشفيات خارجية، يعني بكل صراحة أقولها بكل أمانة الطاقم الطبي اللي هنا غير عن اللي برا نهائي. يعني أول شغلة لاحظت فيه الابتسامة وسعة الصدر، وثالث شغلة طال عمرك لاحظت أنهم يتكلمون اللغة العربية فيهم، يعني يقدر يأخذ ويعطي وياك لغة عربية شوي إنجليزي المهم يفهمون. والثالث شغلة في أخواننا المترجمين اللي أعتقد قسم العلاقات العربية هو قايم في دوره للأمانة، يعني كل شوي يجي يطل حاطين في الجناح مترجمين، وإذا احتجت أي شيء مترجم عندك، علما بأن الممرضات طاقم الطب الممرضات يتكلمون لغة عربية خفيفة مش طب فيهم وفيهم لا والله خفيف. هذا صغير. أولا بعد إذنك أشكر السفارة الكويتية على ما قامت به معاي انا. يعني بكل صراحه لازم المكاتب الصحيه في ازمه كورونا الله يفكنا منها ان شاء الله ويفك العباد البلاد مسكر المكاتب الصحيه ما في موافقات من وزاره الصحه بانك تعالج على حساب الدوله. فالاخوان بما فيهم السفاره الكويتيه بقياده الاخ السفير محمد الفليتشاوي وأعضاء السفارة ما قصروا للأمانة، أعطوني موافقة جميع كل شيء قاموا فيه تسهيل علاجي على حساب الدولة، والشكر موصول لهم بكل صراحة، والشكر موصول للطاقم الطبي اللي في وشتاني واللي في وشتاني من جميع الطاقم الطبي والمترجمين. وأنصح الدول الأخوان اللي بالبرة الدول العربية بالذات نصيحة لوجه الله، أنت خسران شيء راجعني نفس علاجك اللي تحصل برة هي تحصل أفضل. أنا شوف يعني عملية ديسك منظار، عملية ديسك منظار شو غضوف طبعا يعني الفتحة يعني يمكن سنتي إلى سنتي ونص بالكثير، علما بأني ما شفتها بس اتوقعها من سنتي لسنتي ونص،
اي ما قلت ترى المطبخ عندكم الاكل كويتي. الله يجزاكم خير، مشكورين ما قصرتوا.